إن المحروم من حرم الذكر، محروم من حرم الذكر. زميل لي هيتقدم لوحدة، الوحدة دي يعني زميل لي آخر برضو مثلا وراني حاجات عنها، يعني وراني فيديوهات ليها مثلا في موضع مخل او موضع، فانا عايز الحق زميل التاني ده اللي هو عايز يتقدملها، مع ان يعني اهلها ده اهلها محترمين وكويسين، بس هي البنت مثلا ايه ممسوك عليها فيديوهات مثلا ايه مخلة او في موضع مثلا اباحي، فانا عايز الحق زميلي. طب اقول له ايه يعني؟ اقول له ايه الحق نفسك ازاي؟ او اقول له بلاش بالحسنى كده بكل ادب، لان بكل ادب نرجو انك تتثبت وتسال عنها جيدا، بس وان كنت متاكدا من صحه ما وصلك اذا تنصحك كله غيرها افضل. طب يعني بس انا اخشى يكون المعلومه غلط. طب يعني ما وروش حاجه مثلا؟ لا يعني هو يعني اخوك يعز عليك، انصحه اجمالا، ابتعد عن هذا الباب احسن لك، بس إذا سنصحك. ولعندنا أيضا من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، فإذا كانت تابت من هذا الذنب سيستر الله عليه، إذا كانت ما زالت قائمة عليه لا أحذرهم.